بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. بتكلم عن مشاكل عنصر الكالسيوم بالنسبة للخيار. طول السنة وإحنا بنلاقي الصور جاية نازلة علينا من كل مكان، الثمرة المستدقة من الطرف الزهري، تمام؟ مشكلة، ومشكلة نقص الكالسيوم على ثمار الخيار إن هو بيخلي الثمرة عندنا يعني غير مطابقة للمواصفات التسويقية، وبالتالي ملهاش لازمة، بتترمي على طول، تمام؟ أو تتباع فرز بقى، أو تتباع أي حاجة. دي مشكلتنا مع عنصر الكالسيوم. اللي عايز أقوله لحضرتك بالنسبة للنبات، فتح دماغك كده وخلي دماغك شغال، مش واقفة عند حاجة كده. يعني لو سألنا أي واحد سؤال لما يكون النبات في مرحلة ثمار، يعني إيه؟ يقول لك يعني حط كالسيوم. طيب اللي عايزين الجذور حط فوسفور، عايزين أزهار حط فوسفور. طب إحنا عايزين الـ 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 الثمرة تبقى الصلبة، يقول لك حط كالسيوم. جماعة القصة ديت، العنصر ده النبات مش زرار، انت هتدوس عليه. يعني انت هتحط كالسيوم، عندك نقص كالسيوم النهارده، مش زرار هتحط نقص الكالسيوم بكره تاني يوم هيتعدل. الكلام ده مش موجود. قلت قبل كده ان النبات لازم يكون في حاله، العناصر كلها بتبقى في حاله انتر اكشن او تداخل مع بعضها بالنسبه للنبات. مفيش عنصر بيقوم، ولازم النباتات كلها من الاول للاخر تتحط كلها، لازم يكون متوفر للنبات العناصر كلها في وقت واحد. قلت قبل كده ان العناصر النبات بيحتاجها في بعض الفترات، بيحصل فيه تباين او اختلاف، ان هو عايز في مرحلة التزهير مثلا هيحتاج فوسفور عالي في القصة دي، بس هل مش هيحتاج بوتاسيوم؟ لا هيحتاج بوتاسيوم. هل مش هيحتاج ازوت؟ هيحتاج ازوت، لان كل اجزاء النبات اللي هي بتحتاج للنيتروجين وبتحتاج للفوسفور والكالسيوم والكبريت والحديد والمنجنيز والزنك كله شغال، النبات فيه تداخل مع بعض في العناصر. دي مشكلتنا في التغذية، ان احنا مش قادرين نفكر او مش قادرين نفهم ان كل دي عملية مرتبطة مع بعضها. يعني ما ينفعش انا النهاردة اقعد لحد قبل الجمع ما احطش كالسيوم والاخر يظهر عندي الثمار الاقيها مستدقة ولا الاقيها فيها مشكلة، ابدأ احط الكالسيوم او ابدأ احط البوتاسيوم. ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. لازم تظبط حالك من الاول خالص ان النبات ما يكونش فيه اي نقص عنصر، بحيث ان هو لما يجي او يحب يحتاج العنصر يلاقيه متوفر وفي صورة ميسرة، وفي صورة ميسرة. تعال نتكلم عن عنصر الكالسيوم. الكالسيوم عنصر غير متحرك. يعني ايه مشكلته؟ ايه المتحرك؟ يعني انت تحطه النهارده مش بكره هيطلع في القمه، ولذلك النقص بتاعه هتلاقيه في الاوراق الحديثه. هتلاقي من الورقه دي عامله زي الشمسيه كده، شايف الشمسيه؟ هتلاقيها زيها. شوف لك صوره احطها لك على الفيديو. دي رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقي الثمره عندك مستدقه. طيب القصة دي يا جماعة علشان اتلاشاها ازاي؟ يبقى من الاول خلاص اعمل استعدادي ان انا هيجيني نقص كالسيوم، وبناء عليه اعمل ايه؟ المفروض بدير النبات بتاعي بالاول، ادير التسميد بتاعي بان انا ما يكونش عندي نقص كالسيوم، ولا اسمح ابدا بنقص الكالسيوم، وخصوصا الكالسيوم هيجيلك في المراحل المتأخرة او من النص الثاني للنبات بتاعك، تمام؟ طيب اعمل ايه؟ هتعمل حاجتين اتنين مفيش غيرهم. اولا قسم الكالسيوم لشقين. الشق الاول ما قبل الحصاد. ده هتعمل ايه؟ اسبوعيا بعد الشتل بتاعك او بعد خروج 4 ورقات حقيقية، اسبوعيا هتحط 2 جرام للنبات في الاسبوع. نترات كالسيوم هتحط 2 جرام، ولو قدرت تحط 3 جرام حط 3 جرام، مفيش اي مشكل خالص، تمام؟ دي رقم واحد. بمعنى ان النبات اللي قدامك ده هو 7500 نبات في البيت بياخدوا 25 كيلو نترات كالسيوم اسبوعيا. طيب دخلت للجمع اعمل ايه؟ الاضافة الارضية لوحدها يا جميل مش هتكفيك. ليه مش هتكفيني؟ لحاجتين. اولا النبات بيحتاج الكالسيوم او اي عنصر، اول حاجة خليني في الكالسيوم، بيحتاج الكالسيوم عندك عشان يبني نفسه، تمام؟ وبعد كده اصبح النبات بيجمع، فاصبح اللي انت بتجمعه ده من النبات، افترضنا جمعت من البيت ده وليكن طن نترات، طن خيار، تمام؟ الطن ده هو الثمار اللي انت جمعتها، طن الثمار ده هو
مش خد معاه كالسيوم، مش في عنصر كالسيوم الثمار دي مش فيها عناصر كالسيوم، عمل ازاحه لعنصر الكالسيوم ولا لا؟ عمل ازاحه. اذا فالنبات متطلب الثمار اللي بيجمعها اللي بتجمعها بتشيل معاها بوتاسيوم، والبوتاسيوم بتشيله منين؟ بتشيله في الثمره، والثمره بتجيب بوتاسيوم منين؟ بتجيبه من النبات، والنبات بيجيبه منين؟ بيجيبه من الارض، صح ولا لا؟ طيب في الحاله ديت الثمار بتشيل لما بتجمعها بتشيل معاها وهي ماشيه عنصر البوتاسيوم، دي رقم واحد. رقم اتنين، النبات برضو محتاج عنصر البوتاسيوم عشان يعوض النقص اللي حصل له نتيجة ان الثمار خدت وهي ماشية، دي رقم واحد. رقم اتنين، الانسجة بتاعت النبات وخصوصا الخلية النباتية، طبعا عارفين البوتاسيوم بيدخل في عملية بيدخل في تكوين الصفيحة الوسطى في الخلية النباتية، وبالتالي لما يكون عايز صلابة بتزبط حالك وبتلاقي وبتحط كالسيوم وبتلاقي الثمرة دايما فيها صلابة. طب لما اجمع وبقيت اخد ثمار هيحصل لي مشكلة واستنزاف كتير للبوتاسيوم، الثمار هتستنزف كتير وبالتالي هتستنزف من النبات، وبالتالي النبات هيستنزف في التربة، وبالتالي يا جميل لازم تضيف في التربة وتزود الجرعة بتاعتك. تزودها كام؟ 3 جرام في الاسبوع للنبات، تحطهم باي طريقة انت حر، 3 جرام للنبات كده وبس. لا مش هيكفوا، انا بقول لك مش هيكفوا. ليه؟ الكالسيوم انت بتحطه فيك قد ايه؟ الكيس اللي انت بتحطه ده اساسا كالسيوم، هو فيه اساسا ازوت 15% كمان، فنسبه البوتاسيوم المفروض يا جماعه ان انا بتدخل تاني بتسميد ورقي مركب محترم يحتوي على كالسيوم، وفي مركبات بتحتوي على كالسيوم وبورون، مفيش اي مشكل خالص ان انت كل 10 ايام تجيب مركب محترم من شركة محترمة وليست تحت السلم، وتبدأ ترش أثناء الجمع كل 10 أيام ادي رشة كالسيوم، علشان لما تطلع لفوق والنبات يوصل لمرحلة بقى ان هو خلاص أصبح في نهاية العمر بتاعه، الخيار كريم وبيديك كتير وممكن تحافظ عليه 6 شهور مفيش أي مشكل خالص، الخيار الشتوي تمام. فبالتالي لازم ترش الكالسيوم بمعدل يعني كل 10 أيام رشة بوتاسيوم، علشان ما تتعرضش لما النبات بتاعك يطلع فوق والبوتاسيوم قليل الحركة وتلاقي مشكلته في القمة النامية، فما يحصلش عندك ان الثمار عندك تبقى مستدقة وغير لائقة تسويقيا. بنصحك بكده انك ترش بوتاسيوم في مرحلة الجمع، ولا تزيد ولا كل 10 ايام، ولا تقل نسبة اضافة النترات البوتاسيوم الارضية عن 3 جرام للنبات في الاسبوع، وخصوصا في فصل الشتاء، وخصوصا في فصل الشتاء. بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم الفيديو ده. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.